صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم ثلاثة لسنة 2023 بتحديد الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية عن المجلس الأعلى للصحة وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه يكون وزير الصحة هو الوزير المسؤول أمام السلطة التشريعية بمجلسيها عن المجلس الأعلى للصحة